هل تجوز دفع الأجرة لمن يقرأ في الإناء؟ أي نعم، يجوز دفع الأجرة على الرقية، يجوز دفع الأجرة على الرقية. قصة الذين رقوا اللدير من الصحابة، شرطوا عليه قطيعا من الغنم فرقوه فبرئ ويزال عنه الألم، قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم، فأقرهم على ذلك. نعم.